أزول الذي هو عبد الطيف إيجال مستشار شركان أوريفلام أكيد تزرم غير الفيديو تول تيزوارن ريلي شرح نشارك عن أوريفلام مسكتين نشلحيد يعني قبل أن أنظر شرحات قبل هذا سنسلة راون تيني سكرت أبوني القنانو تسكرب تلين الجرس باش أكني لكم كل يوم يجن جديد في شركة أوريفلام أكيد سو أكيد تزرم مسكتين العنوان أول مرة ريسكري كرانيان شرح نشارك عن أوريفلام شلحي شركة أوريفلام متجا هي شركة المواد التجميل يعني شركة المواد التجميل اللي تقيس بزاف ديال المواد التجميل انت مغارين ولا تيرغازن و تقيتي مغارين وحدود ولا تقيتي تيرغازن وحدود يعني اللي تقيس كل شيء ما يتعلق مسكن المكياج انت مغارين مسكن تاع مثلا الروايح ولا الشامبوان ولا الصابونات نيرغازن شركة أوريفلام تأسس سنة 1967 ومسكدين السويد دولة السويد غير تقريبا 68 دولة على العالم الطمز شركة أوريفلام يعني تلقى أول شركة المواد التجميل مسكدين العالم شركة أوريفلام لان تقيس سنة سي غارس باش نربح سي غارس اللي ستربح تالي زوار تقات البيع المباشر اللي ستيني البيع المباشر زون دغيك زون مثلا البرودويات مثلا عرفتي الساخت غماس كادي نشري ريسكار على الكاتالوغ 69 درهم ريسكار غماس كادي الكاتالوغ عرفتي ركز تربح 30% يعني تسغيت 69 درهم الى الكاتالوغ 69 درهم ولكن كي يختسجل يعني مثلا الشركة راه تتاويت 49 درهم فقط يعني 49 على 67 يعني إيه الربح نكي سمانيك ارتاسي تعود ما ارتاسي مثلا الكاتالوغ ارتوريتي ايم دوكانيك هو جارنك الى عائله كل ما تسند ارستوري ارس مالت مثلا الكاتالوغ ارستيني تهاك غادي كي تسجل ما كانت الشركه عن اوريفلا اختي تدري تسخط كرا اختي تسكر الريحه كرا العكر كرا القلم كرا الايلر كرا البودر كرا الفونديتان كرا يعني كرا النستيكا يعني كرا الشامبوان كرا الديميلور اي حاجه داك اللي نسن كيكاتيان ولا كيكاتيات هاتي اللي استعمال المواد اسفوس يعني اختي مينس كيكاتين كيتنا الا دار صا الا دار شامبان ضروري الا دار ديميدور مثلا الا دار من العكر الا دار من قلم الا دار من الريحه الا دار من ستيك الا دار من بودره الا دار من بزاف ديال الحوايج يعني اختي اللي مورات مات الكاتالوغ انت تحتاجها يعني تحتاج المواد تحتاجها انت يعني ضروري تحتاجها انت يعني عوضت ندي تاوي غماني يضني تم تاكل تنم ولا تجارت نم ولا العائلة عوضت ندي تاوي غدار كرانيات يضني رت ندار متاوي كمينيت رت ندو قوين سلا دار نغيديات يعني تلا دار نغيات السيدة العائلة رد سفاغ يعني رد سفاغ اي تاوي انت تنيت نكي الخيران تيال لسا غار تسا يعني رت تخلص يلا وما تخلص يختا درس تعاون مثلا اريس كا 67 درهم ما سكيتن الكاتالوغ كمي الشركة ولا دمتي 67 درهم دمتي غا 49 درهم يعني رقست تربحت تقريبا 17 درهم تقست تربحت يعني هو ديك الربح مباشر واش كليسات تزنسات بزاف واش كليسات تربحت بزاف مثلا خطا ديضني تلقى ستيكا العرق انت مغارين تلاقي 24 ساعة تلقى كليسات تبعنا ماسكين الكاميرا يعني تلاقي ارتغامة 24 ساعة ارتغامة الريحانس ارتسكر 29 درهم ماسكين الكاتالوغ مثلا ورسي تاوي تكميس 29 درهم هستي تاويت 21 درهم هسر دمتي في الشركة وين استو كانت فتي اختار ليه تاضي استو كانت فتي تالي تدار ميس غان رزتي تزنس كمي 29 درهم وين الشركة كمي ارمتي تاكا س 21 درهم 21 درهم فقط هسر دمتي في الشركة يعني رجس تربح تقريبا 8 درهم هو دي قريب مباشر ادور انتو لان كرامي دن حتى 5 درهم من الرباح هاتي رانت 10 درهم من الرباح رانت تقدر سن بزاف جامينت ولكن الشركة أوريفلام تسجل نقيس الملايين البشر ورني الألفات نقيس الملايين المغرب الحمد لله غير المغرب وحدت يلكم الملايين يعني الملايين المدن أي تسجل ماسكتين الشركة أوريفلام أما العالم راه تسجل نقيس بزاف 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 المدن أم متغير الشركة أوريفلام الحياة نسن
بزاف ميدن استفدنا ماسك غادي نشري كان اوريفلا يعني حتى كمي ولا حتى كي غادي يمكنك تسجل ماسك غادي نشري كان اوريفلا يعني تربحت ولا حتى كي غادي نربح المدن كلهم بالنسبه وغارس ويسين اللي سولني ماسك غادي نربح نشري كان اوريفلا كانت هي تسكرت الجروب لي تسكرت المجموعه كما انك سرتي تسكرت حتى كمي راه تفد دار كرانيان ولا دار كرانيات راه تسنيني كي تسجل في الشركه الاوريفلا هما تربح غاما تربح غاما تربح غاما تربح حتى انت تختار الترب اي ناس حتى كمي غادي تربح اش كي داك مسجل تسجل ديتي حتى كما دايره تستفد غير كلشي يعني عوض كما ديت تاويت مثلا شامبوان سماسكتي انت 30 درهم رتي تاويت مثلا رتي تاويت مثلا 16 درهم يقدر تي تستعملته ويون منيت عوض رتي تاويت مثلا 30 درهم رتي تاويت 16 درهم شامبوان رتي دي تاويت رتي دي تاويت يعني رتي تسخت رتي تسخت عوض لمتي زنس كريان 30 درهم علاش تر تاويت كيما 16 درهم هادي نفس شامبوان مثلا نفس البرودوي زون دغوان زون دغوان يعني خصكت المجموعان خصكت المجموعان مثلا كشم دي 6% سديس مدن شان سديس مدن 6 ديال الناس سديس مدن يخدم كشم سماسك انت يعني الشركة يخدم ديم تسجلت مثلا قالت لك كم 6% يعني قالت لك كم ديال المستوى 6% مستوى 6% يعني ارجيس دخلت ربحت من غير غالي تربحت على ماسك ديال البرودويات دخلت تربحت انا مدخلت تنقص الشركه كمي ماسك ديال لا كوموند انا مدخلت تنقص تقريبا 150 درهم انا انت دخلت كالشركه يعني ملي جيت تاكل منتوجات فابور انا ملي جيت تاكل لي برودوي فابور اي دوك عندك شكمت بزاف في ميدنا مثلا قالت لك كاين المستوى 9% كاين حتى تقريبا 3 درنا 9% لا درنا 12% لا درنا 15% لا درنا 18% لا درنا 21% كان حتى تقريبا يعني كراسه تقريت سفلى تربح غير كي قلت كم يعني يعني الصالير اللي وريتي حدان غير كي ليتي طامز بزاف في ميدن هادي حتى كمي ولا حتى كي يمكنك اطي طامز ديال الصالير يعني يعني الراتبيات المكافاه اللي يعني اللي وريتي حدان وريتي حدان كي استحكمت كمي كمي المدن اللي ديمتي سجلين هادي تغمسوا الوقت وانا الا انا تسجل هادي تغمسوا الوقت بزاف في ميدن وتسجل بزاف في ميدن ورثت لك من الفكره الاوريفلام بزاف في ميدن ران البرودويات الاوريفلام مانيك سرتني يعني مانيك سرتني لك من يخت لكم 12% مثلا المجموع تقريبا غادي يمثل 24 واحد 24 واحد يخت ندي مسجلت يعني ارت لك كمت هو داك المستوى اللي يزوار اللي غتربح الشركه يعني الربح مباشر مش كذا ما كان انا ما كان 12000 ريال 12000 ريال اللي برودوي ارت نطويت فابور يعني وقتنات انت كل الاول الشهر انا مقيسها كان يعني 12000 ريال تصور 12000 ريال يخطيتهم لي برودويات يعطي تزنست راه تربح 12000 ريال راه تربح لوكار 12000 ريال 12000 ريال انت كان ثمن الشركه ماشي ثمن الكتالوج يعني حيت الا الفرق بين ثمن الكتالوج الا الفرق بين ثمن الشركه انا راه ما كان 12000 ريال اردي تغاما يعني 14000 ريال ادني ولا 16000 ريال ولا 12000 ريال على حسب مش كتسكرت كميه لي جروب انا قلت لكم 12% اختاني ادني راه مطالب نكرا الورق ساهلين يعني كانت ورقين ساهلين درت ندير التاويت درت ندير تدفع للشركه راه مدي التسين غواني ادني لي غامن على 14000 ريال ولا 16 ولا 18 ولا 12 على حسب الكرسوا في المستوى 12% يعني المستوى اللي يزوال 14000 ريال راه مدي لواحد ماسك كاين الكونتوم راه مدزاليس الكونتوم البنك مباشرة اكلي تزري بزاف في ميدنا حتى نتني كل يعني الاول ديال الشهر راس نزري حتى كمي هادي حتى كمي راه نتزري يعني قلت لكم 15% ولا سولت تكا مثلا ولا سولت تكا 12000 ريال ولا 14000 ريال قلت لكم 40000 ريال تقريبا قلت لكم 18% قلت لكم 70000 ريال قلت لكم 21% قلت زريت 100000 ريال هو داري تكا الصادر قال لي تكا الراتب كمي المجموعان يعني تنيرا هذا الصور شرح اوكار ها النمره ديال ها النمره نو الواتساب راستي انت في مغدو الفيديو ركزت في لا باج نو ماسك الفيسبوك كش ما تيسر ركزت في بزاف ديال الشروحات سولت ديتي غير الواتساب ولا خد التليفون اترسي ونتقل راه دوم نغ بزاف الحوايج في الشركه ديال في شركه اوريفلام والسلام عليكم ورحمه الله ما تنساوش الاشتراك في القناه.